السطحية اللي يضحوا بها للجيش الأبيض مثل ما يقال، سواء كان قائد يسوق الأمبيلانس ولا ممرض ولا ممرضة ولا طبيب ولا يعني من المفروض الوطن يعترف لهم بالجميل طول ما هو حي. لازم نعاود نراجع القانون الأساسي نتاع الممرضين ونتاع الأطباء، ونعاود نراجع القانون نتاع الخدمة المدنية، هذه كل نلتزم بها.